ليس the Turkish Coast Guard بشكل سريع كي يتمكن خفر السواحل التركي من القيام بمهامه على النحو المأمول، وسنناقش هذا الموضوع مع تركيا للتأكد من أن هؤلاء اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من السفن التابعة لحلف شمال أطلسي يتم إعادتهم وإرجاعهم إلى تركيا، وهذا ما تم الاتفاق عليه ما بين الحكومة اليونانية والحكومة التركية، وذلك لضمان إعادة هؤلاء اللاجئين. والأمر الثالث يتعلق بالتركيز على أمر طرح على المستوى الأوروبي والمستوى الدولي، وهذا يتطلب منا أن نواصل هذا المسار، وتركيا تتوقع منا بأن نقوم بإعادة إحياء مفاوضات الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن تركيا تصدت للقضايا المتعلقة بحرية الصحفيين وكذلك الأكراد. وكيف أن الشباب لا أفق لهم في المستقبل؟ إذن هذه الأمور يجب أن تخضع للمناقشة، والحوار هو أمر في غاية الأهمية هنا، وأنا أعتقد أنه من المهم متابعة هذه الأجندة، لأنه سيداتي سادتي نحن كاتحاد أوروبي يجب أن نفهم ونركز على كيفية حماية حدودنا البحرية والأرضية، فإيطاليا التي تواجه ليبيا لن تستطيع أن تحمي حدودها ما لم نتصدى لهذه القضايا ونتوصل إلى اتفاقات واتفاقيات مع دول الجوار، وربما الأمر يكون صعبا في الوقت الحالي مع ليبيا، لكن هذا من شأنه أن يحمي أوروبا على الأقل في حدودها البحرية، ونحن غير معنيين بمن هم وراء الحدود. على المستوى الوطني نحن حققنا الكثير، فوصول اللاجئين على الحدود النمساوية يتم تسجيلهم، وهنالك يتم إصدار بطاقات تعريفية وهوية لهؤلاء اللاجئين، ونقوم بدراسة الجوانب المتعلقة بطلبات اللجوء السياسي وتسريع هذه الإجراءات. كذلك نحن نناقش موضوع الدول المنشأ الآمنة، وهذا أمر بدأنا بالحديث عنه بعد أحداث كولون حتى نعمل على ترحيل هؤلاء المخالفين من اللاجئين في أسرع وقت ممكن. كل هذه الأمور تتم وفقا لنفس الفكرة، هؤلاء الذين يسعون إلى اللجوء ويستحقون ذلك، فسنقوم بالتعامل معهم على هذا النحو. ورغم الانتقاد الكبير، 90% من الشعب الألماني ما زالوا يعتقدون بأن هؤلاء الذين يفرون من المعاناة والحرب فيجب أن يحظوا بالدعم والمساندة هنا في ألمانيا، وهذا أمر محمود وجيد. السيدات والسادة، قمة مجلس أوروبا يومي الخميس والجمعة سيبحث مسألة انضمام بعض الدول إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك أزمة اللاجئين، ونحن نعرف أن أوروبا تتصدى لتحديات هائلة وكبيرة، ومن المهم الحفاظ على قيم أوروبا ومصالحها وخصوصا مصالح الأوروبيين، والذين كثير من الأوروبيين يعتقدون أنه لا يمكن حل هذه المشاكل من دون تدخل أوروبا ولتخفيف معاناة الشعوب الأخرى. والقمة، قمة مجلس أوروبا لن تكون هي المحصلة النهائية لهذا النقاش، بل تكون خطوة في ضمن خطوات طويلة، وإيماني واعتقادي بأن هذا من شأنه أن يخدم أوروبا. هذا ما يدفعني هنا، وآمل أن أحظى بدعمكم. شكرا لكم.